هل يجوز الاجتهاد في المسائل الاعتقادية قياساً على الفقهية؟ هل يجوز إيه؟ الاجتهاد إيه؟ في المسائل الاعتقادية. يا أخي كررنا عليكم وقلنا كم مرة الاعتقاد توقيفي، ما يجوز الاجتهاد فيه، وإنما يتبع الدليل، يتبع ما ورد بالدليل ولا يدخله الاجتهاد. هذا إنما هو في الفروع، في الفقه، في الاستنباط، هذا اللي فيه الاجتهاد. أما العقائد فهي توقيفية، ما ورد به الدليل اعتقدناه، وما لم يرد به دليل لم نعتقده. نعم.